هانتوما البنات كيف وعدتكم، ها هما دو التوابل اللي قلت لكم. ها اليانسون هو نافع، نجمات اليانسون، ها هو سكينجبير، ها الريحان، ها مسحوق القرنفل، ها الكربونات الصودا، هادي الثوم، الثوم معمر ما عرفت كي داير، هادي هي المهم الشبه ليمو، هذا الملحه، هذه الملحه زوينه كتصلح، كذلك ليمون مسحوق، كذلك الفلفل الحار، الفلفل الاحمر، الفلفل الحار، وهذه داك الهيل غنخرجها لكم، حبه الهيل، وهذا مسحوق الهيل، وهذا قطع اوراق الطرخون، وتوابل الفلافل، توابل فاهيتيا مناب، بذور الحلبة تا هي زوينة هنا، كذلك الأعشاب، كرات اللحم ديال اللحم الكبسة، مسحوق الزنجبيل، الفلفل الأسود، ها هو التومة ديال الدجاج، هادي غادي يتمنها وحدة، ها هي هادي، اللحم ديال التوابل، وهادي اللحم الدجاج غادي ناخدها، هي هاديك اللي غتعقلو عليها، ديرو لها سكرين، هي عند مالين ترك تتبع. كاري والقرنفل عواد كتبع هنايا خذ كوب، راني ناخذ حتى هي منها وحده. مسحوق القرفه بودر، توابل كبسه، هادو الكبسه ديال السوريين، بهارات ايطاليه، الاعشاب، همبرجر حتى هي خديت منها وحده، برجر الحين ها اللي كنتقدا، كنتقدا كل شي مره توابل مع الثوم، غنحط هادشي باش مش السله البنات توابل. وهي ورقه سيدنا موسى والخشخاش اللي كيدار فوق الخبزه البنات، سبع بهارات من تيسه الصف، توابل مع الثوم، هذه الا بغيتي ما عرفت تقدر ندير لها شي فكره على من نديرها. مسحوق الثوم، مسحوق الكمون، كذلك حبوب الكمون يابسه، مسحوق القزبور، القزبور اللي هذا عندهم غزاله البنات، هذا مجربه، حبوب القزبور، القرنفل، مسحوق الكركم، هو داك الكركم حنا عندنا شنو نقولوا له، جوز الطيب، ها هي هادي، مسحوق جوز الطيب، الحبه السوداء، نعناع يابس، نعناع، سبعه انواع من التوابل، الخشخاش، الوراق سيدنا موسى هو الصف الثاني، وهذه التوابل اللحم الضام، الضان ما عرفت كيفاش، هذا الزعتر، مسحوق الفلفل المطحون، وهذا فلفل حار، حلوة مسحوق الفلفل، أربعة المواسم التوابل، ما عرفت الفلفل الأبيض، مسحوق الفلفل، فلفل الأسود، هانتوما روز ماري، روز ماري الزعتر، هذا اللي كيدار فوق بيتزا، راس الحانوت، كذلك هادي ممكن شي حرور، وهاد الشي تخربيق أنا كاع ما كنعرفو، هاد المعدنوس يابس. هادي داك اللي كدير حتى هي بعض المرات مع الماكله، المعدنوس المجفف، ها هو الزنجله الابيض، الزنجله الاحمر، وهذه اللحم التوابل هذه خديتها، والسماق، السماق هذا كيتباع، كيتدار في الماكلات الخليجيه، عمرني جربته، حاد الزعتر، وهذا مسحوق البصل، كيقولوا لي فين كتباع اختي لنا ديال البصله، هذا الشيء ديال الريدو ديال هانتوما، شتي هذا راه هذا فيديو خاص غير بالتوابل، هانتوما شفتوا. المهم كنتمنى انكم تبارطاجيو وتخليو لي تعليق، ولو شكرا اختي ناديا، ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم، اللي بغات شي حاجه تقول لي ولا بغات تستفسر، ندير نولي نزيد ندور لكم دوره هنايا ونوريكم اشنو تيباع، هذا كيتباع في هذا الحانوت ديالو فاخل، الناس ديال فاخل، يلاه ما تنساوش بارطاج، راه الا ما بقيتوش خليو لي تعليق وتكبسوا تكبسوا عاوتاني نضحكوا تكبسوا ديروا قليب تبارطاجيو وديروا حركات الاكسبلور، راه ما نبقاش نجي نتعاون معكم في الاشياء اللي كتبغي تستعملوها. هاني انا هادشي اللي غادي ناخذها وحطه، يلا قبلتي الحراء، الى اللقاء، ما تنساوش بارطاجي، يلا 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 البنات الخلقه تعليق طالع الفيديو الطنطوس بارطاجيوه، يلا حتى الناس ديال هولندا يعرفوا اشنو عند التركي كيتباع، ومن بعد ندير لكم فيديو على بزاف د الحوايج اللي عندو كيتباعو داكشي واعر وصافي.